السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بصحة جيدة. طليت عليكم اليوم من البحر. ايه يا سيدي، الصيف هذا الصيف جا كلكم، راه ما كاين غير البحر لا بلاجو وتفواجو تسافر ومسافرات وكل شيء ان شاء الله. المهم طليت عليكم اليوم من البحر ديال سيدي بوقنادل، اللي هو شاطئ الامام بلاجيناسيون، اللي كاين ما بين الرباط وقنيطره. شاطئ اللي زوين بزاف ونقي، وننصحكم انكم تمشيو ليه. الرمال ديالو زوينه نقيه كما كتشوفوا، البحر كذلك نقي. سبق له حصل على اللواء الازرق في 2020 نظرا لجوده المياه ديالو، توفروا على بزاف المرافق اللي تقدروا تاكلوا. كاين ديور للكرا، كاين بزاف فيه ما يدار. المهم شاطئ اللي زوين، وننصحكم انكم تمشيو ليه، لو كنتو عمركم مشيتو ليه سيروا ليه. المهم هاد الفيديو غادي نبداوه ان شاء الله باذن الله من واحد المحل اللي تسنا خدينا منه الماكلة، لان كنا ماشيين نتغداو ما لحقنيش الوقت، ما كناش زعما بروغرامي اننا غنمشيو له، مشينا له على غفله. وتسنا هنا خدينا دي بانيني اللي ننصحكم تاخذوا من عنده الماكله. صراحه لي بانيني عنده كيحمقوا، والنقاوه والجوده والثمن مناسب مناسب بزاف. انتما تشوفوا ماشي غير لي بانيني، انا كيعجبني بانيني عنده بزاف كناخذو، ولكن عنده لي بيتزا، عنده كل شيء. انتما غتشوفوا الاثمنه، انا غندير لكم، غادي نقبط لكم الاثمنه. هاد وان واي جاف سلا في حي السلام، حدا حدا داك سوق الصالحين اللي تعرفوا، غتجيو تما غادي تلقاوه، سولو ولا ديروه كاع في الجي بي اس غادي يخرج لكم. صراحه بلاصه اللي ننصحكم انكم تقدروا تاكلوا فيها. المره الجايه غنشارك معكم البلاصه اللي تقدروا تاكلوا فيها الحوت ان شاء الله. هذا دينا من عنده لي ساندويتش ومشينا للبحر، هكا جاتنا سهله دغيا، ما ضيعنيش وقت لان مشينا معطلين. المهم هذا الفيديو كنتمنى انكم الى عجبكم ديروا لي لايك وتشاركوا مع الاحباب والاصدقاء ديالكم كما العاده. شجعوني باش يطلعوا الفيديوهات، الله يجازيكم بخير، للناس ويشوفوهم وينضموا للقناه ديالنا وتكبر العائله ديالنا. علاش لا، مرحبا بكم، الف مرحبا. الناس اللي جاوا جداد للقناه كنقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم، داركم هذه، قناتكم هذه، نتوما اللي بكم كتكبر، كبروها الله يجازيكم بخير انكم تشاركوها مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. ومرحبا بكم عند اختكم سليمة في قناتكم سالي بيوتي. شوفوا لي المناظر كي دايره، شوفوا لي هذا واحد لوطيل كاين هنا. صراحه لقيناه الحمد لله ما عامرش بزاف، هو كيبان لكم هاد الجهه عامر، ولكن هذه غير الناس كيهبطوا، غير كيهبطوا من الدروج، اغلبيه ما كيزيدوش يبعدوا، ولكن راه باقي على اليمين ديالكم كما كتشوفوا الفوق، على اليمين. وداك الطلعه اللي كتشوفوها طلع معنا الطاكسي، راه تما اللي طلعتوا بالطوموبيل، جيتوا تقدموا من ستاسيون شو داك لي باركينغ تما، وطلعوا مع هاد العقبه وتحطوا الطوموبيل ديالكم. راه كاين تمايا بزاف ديال البلايص فين تحطوا لي باركينغ، عاوتاني الطوموبيلات يعني عندكم فين تحطوا. وكاين حدا لوطيل عاوتاني، كاين الناس اللي كيحطوا حدا داك لوطيل، ولكن انا كنصحكم انكم تحطوا صراحه الله في داك
الباركينغات اللي وريتكم قبل الاول ولا الثاني. علاش؟ ملي كتطلعوا من هنا كتكونوا متقين مثلا بالكراسه الطبله ولا شي حاجه، تقدروا توقفوا غير هنايا في الطريق حد ايه هنا حدا البلاج، ويطلع مثلا مول السياره يهبطها ويجي عندكم. الى سونس انتيردي، ما يقدرش مثلا يطلع في داك العقبه يولي يرجع عندكم، خصو يجيب واحد الدوره. دونك من الافضل انكم تستاسيون في هذوك، انا كنقول نتوما تعرفوا. المهم كنتمنى ان ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وما تنساوش انكم ديروا لي لايك الا عجبكم الفيديو، الله يجزيكم بخير وشكرا بزاف ليكم. كملوا الفيديو الاخير، راه باقي فيه ما يتشاف، غادي تشوفوا معايا الصفاء ديال الماء صراحه زوين. واخا غنخليكم الفيديو بالصوت ديالو الاصلي باش تشوفوا معايا هنا الصوت ديال البحر. صراحه بغيت نخلي لكم هكا، واخا كاين شويه الصداع ديال الناس ولكن ماشي مشكل، باش تشوفوا الاجواء ديالنا كيفاش دازت في داك النهار.